طريقة فك فلات الألمنيوم بيبقى عندي هنا في ثلاث فلات ألمنيوم، طريقة فكها عن طريق في الجزء البلاستيكي ده، بدوس عليه لتحت وبسحب للخارج. طبعا العميل المفروض ان هو يفك الفلات دي مرة كل شهر وبينظفها بحيث انه ما يحصلش سدد في الفتحات ديت، وبالتالي يقلل من كفاءة الجهاز. يبقى عندي ثلاث فلات زي ما قلنا، ثلاثة بتفكوا بنفس الطريقة، بيتنضفوا وممكن هم يتغسلوا في غسالة الأطباق، بس درجة الحرارة ما تزيدش عن 50 درجة مئوية.